الزمالك دخل النهاردة مباراة أبو سليم الليبي وهو ضامن الصعود لربع نهائي الكونفدرالية، لكنه قدم أداء رائع جداً وقدر يخرج بالثلاث نقاط وضمان صدارة المجموعة. هدفان لناصر منسي أمنوا الفوز وتألق كبير لمعظم اللاعبين أبرزهم عمر جابر ومحمد أشرف رؤى. وعلشان الحلو ما بيكملش، زيزو النهاردة خرج من المباراة مصاب بالتواء في الكاحل قبل أيام قليلة جداً من قمة نهائي الكأس أمام النادي الأهلي. عموماً ألف مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، والأكيد إن الفريق بقى على الطريق الصحيح.